السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم ويوم سعيد عليكم يا رب، ورمضان كريم، ويا رب تكون رمضان كده جميل علينا وعليكم، ويا رب تكونوا في أحسن صحة وفي أحسن حال. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا، موضوع مميز بالنسبة لنا، موضوع مشاكل الركبة والناس اللي بتعاني من مشاكل الركبة ومش عارفة تصلي، ده صح ليها ولا ده غلط، إنها تاخد وضع السجود ده صح ولا ده غلط. طب يا ترى كل ألم في الركبة يكون خشونة، وكل خشونة تحتاج عملية؟ ويا ترى الناس اللي سنها صغير وعندها ألم في الركبة نفس سبب مشكلة الناس الكبيرة وعندها ألم في الركبة، ولا ده بيختلف عندها؟ يا ترى الركبة ليها أسباب كتير عشان خاطر يحصل فيها ألم، ولا كل ألم في الركبة يبقى خشونة؟ ده اللي احنا هنتعرف عليه النهاردة، وازاي نقدر نحافظ على ركبتنا قدر المستطاع، وازاي نقدر نقول امتى المريض ممكن يغير مفصل الركبة وامتى لأ. بس يلا بينا قبل ما نبدأ نتعرف من قريب كده على الركبة من جوه، ايه مكوناتها والأوتار والغضاريف اللي موجودة، نشوفها من الركبة نفسها ونرجع مع بعض تاني. فاصل مع الركبة ونرجع نكمل الموضوع. احنا في الفيديو هنعرف مع بعض الفيديو نفسها بتتكون من ايه من قريب، علشان نشوف الغضاريف والاربطه اللي موجوده. زي ما احنا شايفين في الصوره كده، الاربطه والغضاريف اللي موجوده في الركبه من جوه. ودي بعض العضلات اللي ماسكه في الركبه من قدام وماسكه في الصابونه، وهو بيشبهها بمفصله بتتني وبتتفرد، وفي حاجات مسؤوله عنها. وهنا بيقسم لنا مفصل الركبة بعدها لثلاث عضلات أساسيين: عظمة الفخذ وعظمة الساق والصابونة. وطبعا دي حاجة مهمة جدا بالنسبة لنا، عشان كتير هتفرق ما بين حاجة اسمها أوس أسترايتس وكوندرو ماليشيا. الكارتريج وماسكس اللي موجودين في الصورة دي الغضاريف الداخلية، اللي هي عبارة عن الحاجة اللي بتفصل ما بين العضلتين، ودي بطانة مفصل الركبة نفسها عشان خاطر تمنع الاحتكاك في الركبة، وبالتالي بتخلي دايما مفيش أصوات تحصل في الركبة. علشان كده لما بتحصل فيها مشكلة بيبدأ يحصل خشونة، وده الجزء اللي باين أمامنا بعد كده في الصورة دي، الأوتار الداخلية والخارجية، الميديال كولاترال ليجمنت واللاترال كولاترال ليجمنت. وده برضه من ضمن وظائفها الأساسية إن هي بتعمل سبورت أو بتحمي الركبة بتاعتنا، عشان خاطر ما يحصلش التواء داخلي ولا التواء خارجي. وده الرباط الصليبي والرباط الأمامي. وفي الحقيقة الصورة دي اللي هي بتبين فيها زي فقاعات هواء أو بروز كده في العظم، دي حاجة مهمة جدا، دي بتبين شكل مفصل الركبة لما يكون فيه التهابات وفيه خشونة، ودي بتبان معانا في الأشعة دي. وفرادى ده بنقول إن المريض لو إحنا لاحظنا مع بعض هتلاقي في فرق كبير ما بين الركبة اللي قبلها وما بين الركبة اللي بعدها، في التهابات في الحاجات البيضاء ديت، وفي فقاعات هواء موجودة في خشونة الركبة. وفي للأسف يعني دي بتقول إن في خشونة كبيرة جدا في الركبة. ونرجع كده مع بعض تاني. الناس معانا ولا مش معانا؟ أهلا وسهلا بيكم تاني. وحاولنا نعرفكم الركبة من جوه أخبارها إيه ومكوناتها والأربطة اللي موجودة فيها عن قرب شوية. صحيح مش هنبقى دكاترة، بس دايما طول ما احنا فاهمين ركبتنا بتتكون من إيه هنقدر نفهم مشكلتنا أكتر. هنعرف نحدد هل المشكلة نفسها محتاجة خشونة ولا زي نعالج الركبة، علشان خاطر نبقى أحسن بإذن الله. مبدئيا هو إيه أصلا أهمية مفصل الركبة؟ تعالوا كده نشرح معانا على صديقنا اللي دايما معانا بفيديو ما نقدرش نستغنى عنه، مفصل الركبة أهميته إيه، وإزاي هو هيحصل له مشاكل، وإزاي هو بيكون عرضة أو من أكتر المفاصل في جسمنا اللي قابلة إن يحصل فيها مشكلة. مفصل الركبة هو وظيفته الأساسية إن هو بينقل وزن جسمنا من الحوض، من عظمة الحوض لعظمة الكاحل. علشان كده لما بيكون يحصل فيه مشكلة في الكاحل أو بيحصل مشكلة في الحوض، دايما يعمل لنا مشكلة فين؟
في الركبة. طب ازاي مشكلة الحوض او مشكلة الركبة تعمل لنا مشكلة في الركبة؟ لو عندي مشكلة في الحوض او عندي مشكلة في الكاحل، لو جينا بصينا ببساطة جدا هتلاقي بداية عظمة الركبة اللي هما 3 عظمات الاساسيين بيكونوا في مفصل الركبة، هما 3 اساسيين: عظمة الفيمر، عظمة الذبل والصابونة، وعظمة الساق. التلاتة دول هتلاقي بداية عظمة الساق في الكاحل ونهايتها في مفصل الركبة، وهتلاقي بداية عظمة الفخذ في الحوض ونهايتها في الركبة. ومفصل الركبة وصابونة الركبة دي مرتبطة بأوتار وعضلات في الركبة، بترتبط برضه من الركبة لحد الحوض. علشان كده مفصل الركبة هو مفصل موجود بين عظمتين طوال، وكل جسمنا مش موجود ما بين العظمتين الطوال دول. يعني احنا لو جينا بصينا مفصل الكوع هو صحيح نفس فكرة الركبة، بس المسافة نفسها ما بين عظمة الساعد والكتف أقصر بكتير من المسافة ما بين الحوض وبين الكاحل. علشان كده لو في مشكلة في الوزن، إن أنا بحمل بطريقة غلط على ركبتي، أو إن أنا بستخدم ركبتي بطريقة غلط، أو في مشكلة في الحوض، هيعمل لي دايما أو دايركت مشكلة فين؟ في الركبة. علشان كده هي وظيفة الركبة إن هي بتنقل الوزن بتاعنا من الحوض لمفصل الكاحل. علشان كده أي مريض بيجيلنا في الإصابات وإن عنده مشكلة في الركبة، دايما لازم نبص على مفصل الحوض ومفصل الكاحل. طيب خلينا نقول، هو اتفقنا إن هو بيتكون من غضاريف داخلية وغضاريف داخلية، ودي اللي دايما بيحصل أو وارد إنها تحصل فيها مشكلة عشان خاطر الحمل الخاطئ عليها. وكمان في 2 رباط مهمين جدا: الرباط الصليبي الامامي والرباط الخلفي، ودول دايما بيحصل لهم اصابه بس مع الاصابات المباشره للركبه من قدام او للركبه من ورا. طب خلينا نسال او نقول كلام مهم جدا بنشوفه مع الحالات، وخلينا نقول قصه حاله كانت معايا يوم الثلاث. هو في الحقيقه هو جاي بيشتكي من ظهره، بس بعد شويه بقى عنده مشكله في ركبته، وكان من فتره من سنه تقريبا او سنتين عمل عملية غضروف في ركبته الشمال، ودلوقتي بدأ يظهر مشكلة في ظهره، وبعدها بأسبوعين بدأ يحصل له مشكلة في ركبته اليمين. في الحقيقة احنا خلاص بدأنا نتعامل معاه، بس لما غالبا معظم المشكلة اللي حصلت في ظهره، لأن هو أصلا ما كانش بيشتكي من زمان في ظهره، إن هو لما عمل عملية في الغضروف وما تأهلش كويس في الركبة الشمال، بدأ مع الحركة بتاعته مع المشي بتاعه بدأ يركز على الركبة اليمين أكتر من الشمال. طب هل المشكلة بدأت في الركبة اليمين ولا لأ؟ ولا بدأت فين؟ المشكلة بدأت معاه في ظهره، لأن هو لما بدأ يحمل على الركبة الشمال على الركبة اليمين بدأ يكون في خلل أو عدم توازن في منطقة الحوض، ومن هنا بدأ يبقى في مشكلة في الفقرات أو القطنية والفقرات أسفل الظهر. عشان كده بدأ يشتكي من آلام أسفل الفقرات أو أسفل الظهر، وسريعا ما اشتكى من الركبة اليمين. كان الغريب في الموضوع او اللي انا بحكي قصته دلوقتي عشانها، مش عشان وجع ظهره ولا عشان ركبته، ان مجرد ان ظهر الام في ركبته الدكتور طلب منه او بيقول له حلك انك تغير مفصل الركبه. في الحقيقه انا لما شفت ركبته وشفت عضلاته اصلا وشفت درجه التانيه اللي بتحصل في الركبه في تاني وفرد، انا قلت له انت اكيد ركبتك ما شاء الله احسن من الدكتور اللي قال لك غير مفصل الركبه. في الحقيقه مش كل حاجه نروح نقول للمريض غير مفصل الركبه او يلا بينا عشان انت ما عدتش نافع يلا ندخل جراحه. للاسف في كتير من الابحاث الفتره الاخيره بتقول ان عمليات الغضروف في الركبه مش موجوديه بالدرجه الكافيه عشان للمريض، عشان خاطر كده معظم مشاكل الركبه بترجع تاني. عشان كده ان احنا نشوف سبب مشكله الركبه ايه، دي حاجه مهمه جدا. طب خلينا نقول مشكله تانية دايما بنشوف مع الحاله، ان دايما المريض بيجي مشتكي من الم في الركبه من جوه او من بره. طب ايه يا ترى الاسباب اللي ممكن تعمل لي مشاكل في الركبه غير ان يكون في التهابات في الغضروف او وقع في الرباط الصليبي او خشونه في مفصل الركبه؟ الناس معانا الاول ولا مش معانا؟ وعندكم اسئله برضه ممكن نسمعها في الكومنتات وان شاء الله نجاوب عليها في اللايف. طيب خلينا نقول ان بداية مشاكل الركبة بتحصل لما البطانة اللي موجودة في مفصل الركبة او الغضاريف اللي موجودة من جوه ومن بره بتبدأ سمكها بيقل، بعد كده بيبدأ يحصل فيها تشققات في الغضروف الهلالي الداخلي والخارجي. في التشققات دي بتبدأ تتكون كالسم او زوائد عظمية بسيطة
دي اللي بتخلي حركة الركبة نفسها على بعضها بدل ما تكون طبيعية في التانية، والفرد يبدأ في تكتلات عظمية موجودة في مفصل الركبة، والمريض ساعتها ما بيقدرش يثني الركبة، ما بيقدرش يفردها، ودايما بيسمع صوت طقطقة مع كل تانية مع كل فردة. طب خلينا نتكلم عن مشكلتين أساسيين في مفصل الركبة. إيه الفرق ما بين أوستيوأرثريتس والكوندروماليشيا أو باتيلو فيمورال سيندروم؟ طب أنت بتتكلم فيه يا دكتور؟ أنا عارف إن هو كلام إنجليزي ما يفرقش معانا كتير، بس دول مصطلحين علميين دايما هنسمعهم. طب إيه الفرق ما بين خشونة الركبة وخشونة الصابونة؟ خشونة الركبة دي غالبا بتيجي بعد ال 40 سنة، صعب جدا إن أنا أقول حد أقل من 40 سنة عنده خشونة ركبة. يعني أنا لو عندي ابني مثلا عنده 15 سنة أو 20 سنة أو 30 سنة عنده ألم في الركبة والدكتور قال لك خشونة، ده كلام مش صحيح بدرجة كبيرة. لو عندي بنت برضه سنها أقل من 40 سنة والدكتور شخص مشكلة الركبة خشونة، ده برضه كلام مش صحيح بنسبة كبيرة. ليه؟ لأن دايما أهم عرض من أعراض خشونة الركبة التقطع المستمرة مع كل تاني وفرد. لكن هل درجة الألم على مستوى الركبة من خلالها بنقيس درجة خشونة الركبة، ولا درجة الألم دي لا تقاس بيها خشونة الركبة نهائيا؟ بقول لك إن مهما كانت درجة الألم موجودة في ركبتك عالية أو كبيرة، دي بتختلف من شخص لشخص. في ناس عندها خشونة عالية جدا ومن درجة المتأخرة في مفصل الركبة، لكن ألمها بسيط أو ما بتشتكيش من ألم جامد لأن أصلا درجة تحملها لألم عالية. فبالتالي درجة الألم الموجودة مع الخشونة الكبيرة قليلة لأن هو درجة التحمل الألم قليل. والعكس صحيح، إن بعض الناس بيكون درجة تحمل الألم بسيطة، فبالتالي مع التهابات بسيطة في مفصل الركبة بقى خلاص مش قادر ولا يثني الركبة ولا يفرد الركبة. في الواقع ده التقييم لحالة الركبة ومفصل الركبة مهم جدا، عشان خاطر درجة تحمل الألم بتختلف من شخص لشخص، وبناء عليها بنشوف هل فعلا في مشكله في مفصل الركبه وان المريض مش قادر يحرك العظمه بتاع الفخذ على هضبه الساق لان في تكتلات عظميه موجوده في المفصل، ولا مجرد ان في التهاب عالي او بسيط في مفصل الركبه عامل لي الم وبالتالي المريض مش عارف يحرك رجله. دايما اي مريض بيجي لي يشتكي من ركبته وهو مش لعيب كوره مثلا، او ما حصلش اصابه مباشره، او هو نازل السلم رجله وقع عليها ونتج ألم الركبة من سبب غير معروف، دايما ما ببصش لمفصل الركبة، دايما ببص لمفصل الحوض وبص للكاحل، لأن احنا زي ما قلنا من شوية إن بداية عظمتي الركبة من الحوض ومن الكاحل. وفي أبحاث كتيرة بتقول إن مفيش حد مننا ما حصلوش أنكل سبرين أو التواء في الكاحل طول عمره. ودايما دي مشاكل بنشوفها، ان مثلا ممكن خاصة السيدات لان دايما عندهم الليونة في الأربطة اكتر من الرجال. لما يجي حد عنده مشكلة في ركبته دايما وبنسأل مثلا هل حصل لك انكل سبرين او التواء في الكاحل من فترة فاتت، دايما او كتير من الحالات بنسمعهم يا دكتور ده انكل سبرين او التواء في الكاحل ده حاجة مستمرة معايا، بتيجي فترة وارتاح شوية وتروح، بتيجي فترة وترتاح شوية وبتروح، بتيجي فترة بتفتح شوية وتروح، بس انا حاليا يا دكتور عندي مشكله في ركبتي ماليش دعوه بالكاحل، خفف لي ركبتي. طبعا ده تفكير بالنسبه للمريض هو سليم، لان هو الحاجه اللي مش قادر يعيش بيها هي الم الركبه، لان عملت له صعوبه في طلوع ونزول السلم، عملت له صعوبه في ثاني وفرد ركبته اثناء النوم، فبالتالي هو ملوش علاقه بالم الكاحل لان هو ده متحمله وعايش فيه. لكن لما نيجي نعالج المريض صح، لازم نعالج السبب بالاضافه ان احنا طبعا بنخلي بالنا من المشكله الاساسيه اللي هو جاي بيها، لكن الهدف الاساسي رقم واحد ان انا اعالج مشكله المريض وهي الم الركبه. لكن البدايه فين بتاعتي دايما بتعتمد على بدايه سبب مشكله الركبه جايه منين. طب الناس اللي عندها مشكله داخليه في الركبه من جوه بدون ما يكون عندها مشكله في الغضاريف وبدون ما يكون عندها مشكله في الرباط الصليبي، هل مشكلة القولون أو لو في التهابات في المثانة تعمل لي آلام في ركبتي؟ الناس كده تفكر معايا وممكن تساعدني. ممكن الناس اللي دايما عندها التهابات في المثانة، في عصب بيمر من جنب المثانة وده مسؤول عن تغذية الركبة الداخلية، ولو أنا عندي التهابات في المثانة شديدة بيأثر على العصب ده، والعصب ده بيسمع لي على مستوى الركبة الداخلي
والمريض دايما بيقول انا عندي الم في ركبتي من جوه من فوق الركبه كده شويه يا دكتور. عشان كده لما بنسال مثلا هل عندك مشاكل في البول او عندك التهابات في المثانه السابقه او عندك التهابات في منطقه الحوض، ولو عنده الحاجات دي لازم نبص عليها عشان خاطر لو هو عنده التهابات في منطقه الحوض وعنده التهابات في المثانه، لو احنا عالجنا الجزء ده سواء معانا او مع دكتور مسالك او بتغيير اللايف ستايل والعادات الغذائيه بتاعته حسب الحاله طبعا، ممكن يخف من الركبه ومن الم الركبه الداخلي بدون تدخل او جلسات. طب لو مريض عنده مشكله في القولون، هل ده ممكن يعمل له مشكله في الركبه ولا لا؟ بنقول لك ان الشريان اللي بيغذي الرجل الشمال خاصه بيمر من تحت القولون، علشان كده لما بيحصل له مشكله في القولون اللي هو اصلا نايم على الحوض، يعني القولون بتاعنا موجود في المنطقه دي اللي هو جزء من القولون الاستجمام القولون، من تحته بيمر الشريان والوريد اللي بيغذي وبياخد الدم من الرجل الشمال خاصه عن اليمين. لما بيحصل انتفاخ او امساك عند مريض دايما وعندي غازات كتير، ده بيخلي دايما في ضغط على الشريان والوريد اللي بيغذي الركبه، فبالتالي الركبه ما بتوصلهاش دم كويس وما بتتخلصش من الدم كويس اللي هو خلاص عايز ترجعه تاني في الدم في الليمفاتيك سيستم او الوريد عشان يرجع لها دم اكسجينيتد او دم نظيف، فبالتالي دايما المريض ده بيشتكي من ارتشاح في الركبه بدون اسباب، وده بنشوفه كتير في الحقيقه. ان مريض مره واحده حصل له ورم في ركبته او ارتشاح في الركبه، مريض مره واحده بيحصل له التهابات وورم في الكاحل لو قعد مثلا مسافر فتره طويله من ساعه لساعتين، بيحصل له ورم في كعب رجله وممكن في عصبه الرجل، ومجرد ان هو يرتاح على السرير او ياخد شاور ويريح رجله الورم بيروح. هل ده ليه علاقه بمنطقه الحوض ولا لا؟ حاجه زي مشكله القولون ممكن تعمل لي المشكله دي، وبرده طول ما في مشكله في القولون وطول ما الدم ما بيوصلش كويس للركبه المريض مش هيخف من التهابات الركبه، هتحقن بقى كورتيزون، هتحقن بلازما، هتعمل تغيير مفصل، دايما هيجيلك التهابات متكرره لان الدم ما بيوصلش للركبه كويس. علشان كده لو عندك مشكله في المثانه او عندك التهابات في مجرى البول او عندك مشكله في القولون وعندك غازات وانتفاخات دايما لازم تعالجها، عشان خاطر لو عندك مشكله في مفصل الركبه تتخلص من مشكله مفصل الركبه وتبقى حياتك من غير الم في الركبه. طيب هل وضع الساره نفسه مضر ولا مفيد؟ في الحقيقه كتير من الدكاتره برضو لما بيحصل مشكله في الركبه بينصح المريض دايما ما تصليش، ما توطيش، ما تتنيش ركبتك. في الحقيقه برضو ان استخدام الركبه خاصه للسن الكبير دايما بيقول ان الوقايه خير من العلاج. فانا لو سن كبير وعندي مشكله في مفصل الركبه وعندي بدايه خشونه، لان دايما متعارف عليه ان انا بعد سن الـ40 عمليه الهدم اكتر من عمليه البناء. يعني ايه الكلام ده؟ يعني من اول السن الصغير لحد سن الـ40 جسمي بيكون خلايا ومفاصل وغضاريف وحاجات كتيره اكتر من نسبه الهدم. بعد سن الـ40 بيبدا عمليه الهدم في جسمنا بتكون اكبر من عمليه البناء. علشان كده فكره ان انا احافظ على نفسي دي حاجه مهمه، فانا طبعا التجنب ان انا اطلع السلم وانزل السلم كتير او ان انا اقعد على ركبتي او ان انا اقعد مربع فتره طويله حتى لو ما بتشتكيش من خشونه الركبه دي حاجه مهمه. طب هل اوضاع الصلاه مضره للركبه ولا مفيده؟ نقول لك ان في فايده كبيره جدا ان للركبه من اوضاع الصلاه. دايما معروف ان انا لو انا مثلا في ميه بتعدي من هنا لهنا وانا قفلت الجزء ده في النص الميه مش هتوصل لهنا، لكن مجرد ان انا اشيل ايدي الميه بتندفع بقوه اكبر من القوه اللي هي المفروض بتمشي فيها. فلو في حاجه في النص او في حاجه دم ما بوصلش كويس الاطراف بتاعتي، مجرد ان انا اشيل ضغطة ايدي والاختناق اللي انا عامله هيخلي كميه الدم اللي توصل في صوابعي من بعيد هتبقى اكبر كميه من القدر العام. فبالتالي لو انا عندي التهابات في الاطراف هتتخلص منها او هتقل معاك لان انت وصلت لها دم كويس، وده اللي بيحصل اثناء السجود والفاصل ما بين السجود وما بين في وضع التشهد. اللي بيحصل ان انا بقفل مفصل الركبه، فبالتالي الدوره الدمويه بتتقفل معاها بدرجه كبيره، فالدم ما بيوصلش للركبه، بس مجرد ان انا بقف تاني وباخد الوضع الطبيعي الدم بيندفع بقوه كبيره، فبالتالي انا بستفاد هنا من كميه الدم اللي بتوصل بدرجه كبيره وبالتالي بتقلل لي معدل التهاب في الركبه.
لكن لو انا عندي درجه خشونه كبيره ومحتاج احافظ على ركبتي، يفضل انك ما تاخدش الوضع ده. لكن لو ما فيش خشونه كبيره وسنك صغير، ما تخافش وما تقلقش. بس قبل ما تخافش وما تقلقش، لازم تعالج مشكله ركبتك، ولازم تخلي بالك من عضلاتك، لان دايما جسمنا بيحمل على حاجتين مهمين، بيحمل على العضلات وبيحمل على المفاصل. لو عضلاتك ضعيفه ونشاطك الرياضي قليل وما بتعملش تمارين للركبه، هيبقى 90% وزنك على نازل على العظم، وبالتالي بسهوله جدا يحصل لك خشونه والتهابات في مفصل الركبه. طب ازاي نتخلص من ده؟ لما بنقوي العضلات بتاعتنا بيبدا توزيع الوزن نفسه بيبقى 50-50، ولو عضلاتك اتحسنت بتكون 60-40، ولو عضلاتك اتحسنت بيكون 70-30. فكل ما مستوى العضل بتاعك زاد، كل ما الحمل على المفصل والعظم اقل، فبالتالي بتكون عرضة اقل انك يحصل لك التهابات وخشونة في مفصل الركبة. عشان كده ان يكون عضلات رجلك سليمة وكويسة، ده مهم جدا للحفاظ على مفصل الركبة، ودي حاجة مهمة. طيب هل شرب المية بيفرق ما بين الركبة تكون يحصل لها خشونة ولا لا؟ في الحقيقة المية بتبقى عامل اساسي جدا للحفاظ على ليونة المفاصل بما فيها مفصل الركبة، والحفاظ على الاستاسيتي او المرونه الغضاريف، وان نحافظ ان الغضاريف نفسها تحافظ على القوام اللي ربنا خلقه بيها. فبالتالي الناس اللي بتشرب سجاير برضه كتير، او الناس اللي بتاكل حاجات بتزود معدل الالتهابات زي ما دايما بنتكلم في السموم البيضاء، السكر والملح والدقيق الابيض، بيكونوا عرضه ان يكونوا التهابات شديده في مفصل الركبه. في الحقيقه ممكن نحكي برضه قصه اخيره. كان في شاب عنده يعني 30 سنة تقريبا، كان عنده مشكلة في ظهره، جالنا العيادة وخدت من مشكلة ظهره، وكان تقريبا في آخر فترة اللي في الجلسات بيسألني: يا دكتور أنا والدي عنده مشكلة في ركبته، والدكتور طالب منه غير مفصل وهو مش عايز يغير مفصل، هل العلاج الطبيعي هيفرق معاه في مفصل الركبة ولا ملوش علاقة العلاج الطبيعي أو العلاج دلوقتي في المرحلة دي من الركبة، عشان كده هو لازم يغير مفصل الركبة؟ في الحقيقة قلت له: أنا مش هينفع أقول لك هل هيبقى ليه فايدة أو ملوش فايدة غير لما نشوف الحل. فقال لي: خلاص ماشي، هقول لوالدي. أقول له، فهو لما راح قال لوالده، هو قال له: لأ، أنا ده الدكتور قايل إن أنا هعمل عملية ركبة ولازم أغير مفصل، طب إزاي الجلسات أو الأستيو بس بقى أو العلاج الطبيعي هيفرق معايا؟ طبعا هو مش مقتنع. فقلت له: خلاص، جالي الجلسة بعدها قال لي: والله حصل 2-3 ومش هيجي. قلت له: خلاص مفيش مشكلة، إن شاء الله ربنا يشفيه ويبقى كويس. بعدها بفترة هو جالنا العيادة عشان خاطر يحجز لوالده، عشان خاطر وجع الركبة زاد عليه ومبقاش قادر ينزل من البيت ويروح للشغل، فاضطر ساعتها إن هو يجي يعمل جلسات. لما شفنا مستوى الركبة وشفنا مشاكل الركبة، في الحقيقة ما كانش درجة الخشونة عالية، بس درجة الألم فعلا كانت عالية ومعدل الالتهاب عالي. في الحقيقة مش هكون مبالغ، هو عمل تقريبا 6 جلسات وبقى رجله بتتني وبتتفلت طبيعي جدا، وبدأ يستغنى عن العصاية أو الكراتش اللي كان ماسكه بإيده، وبدأ يرجع يروح شغله تاني، وبدأ يرجع يصلي تاني، بس كمان هو إيه محافظ على نفسه. وده كان في الحقيقة هو ما كانش متخيل إن ممكن يحصل له ده، وإن بعد ما كان الدكتور مقرر له تغيير مفصل الركبة إن هو يقدر يرجع يمشي ويتحرك طبيعي بدون ما يحتاج يغير مفصل. وكتير من الحالات الصراحه بنشوفها بتبقى جايه بعد تغيير مفصل الركبه، بتبقى جايه منتظره انها تغير مفصل الركبه التاني. طب اصلا الركبه اللي انت غيرتيها هل بقت كويسه وركبتك بقت كويسه؟ للاسف لا. طبعا في حالات بتنجح فيها معدل من مفصل تغيير الركبه تغييره، بس احنا بنقول مش كل الحالات محتاجه تغيير مفصل الركبه. طبعا في حالات بتحتاج لده، لان بتبقى الخشونه وصلت لدرجه كبيره وان سنها خلاص ما بقاش صغير عشان الجسم يقدر يتغلب على المشكله دي. في الحاله دي طبعا تغيير المفصل امر ضروري عشان خاطر تقدر تعيش تكمل حياتك، لكن مش في كل الحالات. عشان كده ان احنا نغير مفصل الركبه في الوقت الصح مهم، لكن مش كل مشكله في الركبه تبقى محتاجه عمليه غضروف ولا رباط صليبي ولا محتاجه تغيير مفصل. علشان كده ان احنا نعرف سبب مشكله الركبه ايه، ان احنا نعرف الالم اللي في الركبه جاي منين، ان احنا نوصل دم كويس للركبه، ان نخلي اعصاب الركبه على سبيل المثال هي جايه من فقرات القطنيه، الاعصاب اللي بتغذي الركبه واللي بتحيط بالركبه نفسها.
لو عندك مشكلة في الفقرات القطنية ممكن بسهولة جدا تسمع ألم في الركبة وانت عمال تعالج مفصل الركبة بس ما بتخفش. ليه؟ لأن البداية جاية من الفقرات القطنية والأعصاب اللي خارجة من الفقرات القطنية، وبالتالي لازم تعالج الفقرات القطنية عشان تتخلص من ألم الركبة. طب يا دكتور دلوقتي في سؤال، هل ان انا البس الركبه دي حاجه مفيده ولا حاجه مضره؟ بنقول لك ان الطبيعي ان انت تستخدم الحاجه اللي ربنا خلقك بيها، ده اهم وافضل بكتير من ان انت تلبس ركبه ودي تحافظ على ركبتك. طب امتى تكون محتاج تلبس ركبه؟ لو انت سنك خلاص كبير وعندك ضعف في العضلات والدكتور خلاص نصحك انك تلبس ركبه، بيفضل دايما انك تلبس الركبه المفتوحه مش المقفوله عشان خاطر ما تقفلش على صابونه الركبه، وبالتالي تمنع او تقلل حركه الصابونه نفسها، وبرضه هتزود مشاكل ركبتك. فطبعا الصابونه مش بيفضل تلبسها الا في حالات معينه او للضروره، يفضل انك تعمل تقويه للعضلات والاشياء المحيطه بالركبه عشان خاطر تحافظ على سلامه الركبه. لو مضطر تلبس الركبة عشان بتقف فترات كبيرة أو بتطلع وتنزل السلالم غصب عنك فترات كبيرة، يفضل إنك تلبس الركبة المفتوحة مش المقفولة. طب إيه النصايح اللي إحنا بنقدمها في نهاية الفيديو عشان خاطر نقدر نستفيد ونحافظ على الركبة؟ دايما التمارين وإنك يكون لك نشاط رياضي معين خلال اليوم على الأقل نص ساعة أو 20 دقيقة في اليوم تقوي بيها عضلات الفخذ وعضلات الركبة. ده بيحميك إنك تحمل كتير على مفصل الركبة. دايما انك تشرب ميه من 3 ل 4 لتر يوميا مهمه جدا عشان تحافظ على ليونه الاربطه والغضاريف في مفصل الركبه. دايما انك تاكل فاكهه وخضار كتير، ده مهم جدا عشان خاطر تغذيه العضلات والمفاصل. انك تحافظ على القولون بتاعك والمثانه والحوض عشان خاطر ما يحصلش مشاكل في القولون والمثانه وبناء عليه يعمل لي مشاكل في مفصل الركبه. أوضاع استخدام ركبتنا مهم جدا، إن حضرتك ما تقعدش تاني ركبتك على الأرض فترة طويلة، إنك ما تتعرضش إنك تطلع السلالم وتنزل فترة طويلة، إنك لو بتلعب نشاط رياضي معين لازم تحافظ على مفصل الركبة، بلاش الالتحامات والتصادمات الشديدة، لأن لو حصل لك قطع أو حصل لك مشكلة مفيش حاجة بترجع تاني زي الأول. لو حصل لك مشكلة في الرباط الصليبي أو الغضروف وعملت عملية لازم تتأهل صح عشان خاطر تحفظ الركبه. ما ينفعش مجرد انك مشيت ورحت وجيت انك تهمل التاهيل بتاعك عشان خاطر ما يرجعش ياثر على ظهرك وياثر على الركبه التانيه. لازم تستخدم رجلك صح ولازم تستخدم ركبتك صح عشان تحافظ عليها وتعيش زي ما من غير الم من غير ما تشتكي من مفصل الركبه. كنت مبسوط النهارده معاكم واحنا يعني معاكم في شهر رمضان، ويا رب نكون قدرنا نفيدكم بشيء. وسعداء دايما واحنا موجودين معاكم، والنهارده اتكلمنا على مفصل الركبه. انتظرونا الاسبوع القادم مشكله جديده وموضوع جديد، ويا رب دايما تكونوا في افضل صحه في افضل حال. دمتم بخير.